هلا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ رجعت ياكم بفيديو جديد. اليوم بنات جايين بيت اهلي ديشوفوني، لان تعرفون كلش مشتاقة لهم وهم همينين، لان صار لي فترة كلش هواية ما رايحت لهم. فخطية اجتي ماما ولافت لي هذا جدر الدولمة العملاق، قالت لي اشتهيت اليج وسويت لك اياه. هنا انا اجيت دا اسوي الخيار، اني هنا الخبز، شوفوا لي الدومة. عاشت ايدك كلش كلش بنات طيبة وريحتها تخبل، مثل ما تشوفوها شلون ماي عمو وتجنن. هنا دا اسوي لكم هاي اللقطات الخباثة، طبعا هذين كنتن تنشرون على انستغرام، فاللي متابعني على انستغرام شايفن. وهنا توتا جايبت لي هاي باقة الورد الحلوة، هي مو الي الزوجي، بس انا دا اصور لكم اياها. شوفوا باقة الورد ايش قد حلوة. هنا كاتبت لي الحمد لله على السلامة، وجايبت لي كيكاية همينة، وهاي الموالح الحلوة. طبعا هاي الموالح كلش احبها، هم يدرون بي احبها فجابوها على مودي. يعني بعدين سويت الشاي واكلنا. وهنا خطية المقرودة اختي آية وقعت على المواعين. كل ما تجي خطية توقع المواعين براسها وتلزم المطبخ كلي تنظفه. هنا جنت دا اترس المزهرية حتى دا احط الوردات، حطيتهم هنا بنات. هنا ذني تقريبا يبقى تقريبا 5 ايام وهنا بعد يذبلن، بس هنا شكلني يظل حلو. هاي هنا الكيكاية سويت وياهن قهوة. بنات شنو راح اسوي؟ راح انظف الكاشي. طبعا اللي عندهم من هذا الكاشي يدرون هذا الكاشي جد مزعج بنات، ما يمسح. يعني صدق بنات مين ما تجيبوه هذا الكاشي ما يمسح، يصير يعني مو تمسحوه ورا شوية تلقوا عبالك مطقع. فالضوجون يعني من تشوفوه تحسون القاع وسخة ما ممسوحة. فشنو لقيت الحل لهذا الكاشي؟ بالبداية شوفوا يعني ليش راح أسوي، تابعوا الفيديو شوفوا شنو راح أسوي. راح أنظف هذا كليته وراح أنظف المطبخ الكاشي مالته. هاي أول شيء نملاها مي هنا على سطحة مكبرة. الكرمل طبعا هذا ريحته الليمون، تجنن عبر صدق ليمون وقاصر. قاصر شوية ما راح أخذ هواية. راح اسوي بنات هاي المرة اجيها هنا شوية. بعد وحدة طبعا كل شيء سادة بالليمون، حتى الشطابونة بالليمون. ما اعرف ليش احس طعم الليمون يصير طيب. تجيبون فرشة حتى اذا ما يصير وظف، يعني مو الا تجلفون جلف، بس لازم هي تسوون على مود اي طقعة بالقاع راح تروحي او راح تفتحي. هاي انا طريقة اسويها مرة واحدة باليوم. وبنات والله القاع مالتي نظيف على طول اليوم، يعني على طول اليوم تكون القاع يلمع. المرات يعني كل اسبوع احط تايت وزاهي واسوي وقف يعني، بس باقي الايام لا، يعني ما يحتاج وقف. يعني هو الكاشي اصلا نظيف مو وسخ،
بس قلت لكم على مود بس اسويه لمع حتى يصير الكاشي ما لازم اسويه. اجيب الماسحه بنات ولا ما تخلصون بالماسحة شو تسوون؟ تجيبون وصلة يابسة، يعني مثلا وصلة عندكم كدري الشيء اللي انتو حاطين هذا بس للمسح. ثاني هذا عندي قماش كدري امس ألمع بيه القاع وبعدين اشره وبين كل يومين اغسله واشره. على مود شنو ورا ما راح هسه اخلص بالماسحة راح اجي والمع يعني بشي ناشف راح تصير لكم القاع بنات كلش كلش لامعة. جربوا هاي الطريقة وحشوفون اذا كاشيكم هيجي او سيراميك. هاي الطريقة كلش حلوة بنات، لمعة القاع صدق صارت كلش حلوة. راح تحسوا صدق من تقعدون تحسون القاع نظيفة ومن تبعون عليها ما تلقوها لا مطقعة ولا بها شي. بس قلت لكم اهم شي لازم باي شي كدري انه تمسحون القاع كليته، يعني تحطوه على المازحة وتمشون القاع كليته لان شنو راح يلمع. فضعوا الشعرات من برا غسلتهم بين المدات لأنه من جوا ضعوا قتل اللاستيك فتثبت بالقاع ما تخلي يعني كل شوية مزح لك. فهذا الحلو بيها. ثاني بنات راح أسوي بشرتي، فنحتاج خاشوقة من القهوة شوية سكر نحط مي بنات. هذا روتيني المسائي يعني بالليل كلش بالليل. بشرتي طبعا صار لي فترة كلش خاملتها فالبشرة ما يصير تنهمل فهسه نرجع لها وبقوة. هذا بنات البداية راح اقشر بوجهي يمكن صار شوي خفيف بس عادي. هنا أنا بنات راح أحطه أهم شيء هذا أهم شيء بنات يعني هذا البطل الثاني. مرات حتى بنات من أغسل ورا ما أغسل أرش على وجهي. وبنات هنا أنا أستخدم هذا الغسول. أنا كنت أستخدم غسول تيتري بس شو صار لي فترة أدور عليه ما لقيته فلقيت هذا قبال الغسول وشفته بالانستغرام وايد يستخدموا بنات فقلت خلي اجربه بس ما اعرف ليش مو كلش بي رغوه يعني رغوه قويه وهاي يجوز لي ان كوبي مو الاصلي 100% لهذا السبب انه رغوته مو قويه مو مثل باقي الغسولات تصير بها رغوه حلوه هو لا يعني رغوه مو كلش قويه بي. هاي هنا انا نشط شعرنا لا هاي مالك يوسف هذا مش طياني هذا مش تسمى مشط شعرنا. احط هاي العصارة طبعا حطيتها بالتشيس لانه حرامات منا انا زرفت فحطيتها داخل التشيس حتى ما تدمرني. فهاي اخر شي بنات راح احط هاي العصارة. بنات هي الحمرة السحرية مرطب وهمينة تطلعون كلش حلو طبيعي وراح يطلع وجهكم يلمع ويخبل.